مرحبا بكم أعزائي مع بعض آيات القرآن الكريم وشرح دلالاتها اللغوية. الآية الأولى: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والآية الأخرى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من يشاء، من حرف جر تفيد الوصل، موصولة اسم موصول، يشاء فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والآية الأخرى أيضا إنك لا لكن الله يهدي من يشاء، أيضا يشاء فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة والفاعل ضمير مستتره. على من تعود الفاعل؟ هل يعود على الله لفظ الجلالة أم يعود على الإنسان؟ يعود على الإنسان. لو قمنا بشرحها، مثلا فرضنا أنها تعود على الله لفظ الجلالة: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذا فرضنا التفسير الأول أنها تعود على الله، إذن الله يرزق الذي يريده أن يرزق. يعني هنا نكون قد أخطأنا في تفسيرها. لماذا؟ لأن الله تنافي هذه تفسير الآية الصفات التي ينزه الله عن كل تحيز وكل ظلم. الله عادل، العدل، الرحمة، واسع الرحمة، عدل. إذن هنا كأننا فسرنا أنه الله متحيز، يتحيز لعباده، أحدهم يرزقه إذا شاء رزق فلان وإذا شاء لم يرزق فلان. إذن هذا المعنى يفسد أو ينافي الإيمان نحن نعرف أن الإيمان ثلاثة أنواع: الإيمان بإله ربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته. هذا المعنى إذا فسرناه على النحو الأول أن الله يرزق من يشاء، هو الله، إذا شاء الله رزق فلان وإذا لم يشأ لم يرزق فلان، هذه الآية ناقضت إيماننا بأسماء الله وصفاته، وهي أننا نؤمن أن جميع الصفات يتصف بها الله اللي هو 99 اسما من الكمال المنزه، إذا تنافي الإيمان. وأيضا الآية الأخرى الشيء نفسه، التفسير ذاته، إذا الله يهدي الشخص الذي يريد الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الشخص الذي يريد الهداية. لو قمنا أيضا بتفسيرها، كان المعنى الأولان إن الله يهدي الأشخاص الذي هو يشاء هدايتهم، لأصبحت أيضا تفيد التحيز والظلم. وهذه التفسير ينافي إيماننا بأسماء الله وصفاته. كما قلنا أن الإيمان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الإيمان بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. إذن التفسير الذي يقول أنه من يشاء تعود على الله، إذن هذا تفسير خاطئ، بل إن الله يرزق من يشاء، الشخص أو الإنسان الذي يشاء الرزق يرزق. والرزق قد يكون بالمال، وقد يكون بالصحة أو العافية أو العقل والحكمة. إذن الأرزاق ليست كلها أموال، إنما الأرزاق صحة أو حكمة أو مال. أيضا هناك دعاء مأثور عن داود عليه السلام، كان يدعو دعاءه دعاء في الرزق، يقول: يا رازق النعاب في عشه. ما قصة النعاب؟ النعاب هو فراخ الغراب، يسمى نعاب. عندما تفقس البيوض، بيض أو الفراخ تفقس، لون غراب، لون فراخ الغراب، لونه لحمها تكون بيضاء. فيستنكر الغراب، الذكر والأنثى، الأم والأب، يستنكران هذا الفرخ، فيقول كأنهما يقولان: هذا ليس يش لا يشبهنا. إذن يتركانه ويستنكرانه ويذهبان، يعني كلاهما يذهب من العشب، فيبقى النعاب وحده. كيف يرزقه الله؟ بأن يبعث عليه حشرات تنمو على جلده، وهو إذ يتحسس هذه الحشرات فيأكلها بمنقاره، يلتقطها ويأكلها، حتى هكذا، حتى يستمر في هذه الحكمة البليغة في رزق النعاب، وهو لا يبصر وهو صغير، حتى ينمو على جلده الريش الأسود، فيأتيان ويعودان الغربان الأم والأب
ليعترفان به لأنه أصبح أسود يشبههما، وقد يعني ظهر الريش الأسود له. إذن عودا على بدء دعاء داود عليه السلام: يا رازق النعاب في عشه. عودا إنه الآية الكريمة: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الشخص الذي يريد الرزق، هل هناك أناس لا يريدون الرزق؟ قد يكون لا يسعى إليه سعيه. هنا تفسر أيضا لها تفسيرات: من أراد الشيء وسعى له سعيه بالنية الخالصة بالعمق، وثم السعي للأرزاق. ونشكر حسن الاستماع.